تنتقم حضراتكم اليوم في مدينة دبي، المدينة التي تستعد بأجواء رائعة لهذه المباراة، بتخلينا متشوقين جدا لانطلاقتها. على صافرة نهاية الشوط الأول، بناء هادئ للهجمة. استخلاف للكرة، مواجهة ثنائية، والحارس يتصدى وتستمر النتيجة متعادلة. واحد.
في ميناء الهزمة في محاولة منهم لتقليص الفارق. تنطلق المباراة من جديد. بس بس. بناء الهجمة بتأني. ¡Vamos!